مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز، جايبين لكم فيها اهم الاخبار اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا خلال الاسبوع ده. ودلوقتي هنبتدي بفقراتنا اللي احنا عارفينها دايما ترندز اوف ذا ويك. حفل توزيع جوائز جوي أوردز اللي اتعمل من أيام في مدينة الرياض بالسعودية كان واحد من الترندز اللي شغلت الناس جدا على السوشيال ميديا، وكان مليان بالتفاصيل واللقطات اللي ناس كتير اتكلموا عنها، خصوصا ان الحفل حضروا عدد كبير جدا من الفنانين من مختلف الدول العربية. باختصار كده ممكن نقول وانت مطمن ان مفيش فنان ممكن يجي في بالك الا لما هتلاقيه في الحفلة، يا اما علشان يحضر او عشان يسلم جايزة او يستلم جايزة. واحنا هنا في ترندز هنقول لكم على ابرز اللقطات اللي كانت موجودة في الحفلة. كالعادة أكتر حاجة بتشغل الناس على السوشيال ميديا في أي حفلة من النوع ده بيكون، غير طبعا الجواز، الفساتين بتاعة النجمات. وخلوني أقول لكم أن الحفلة في النسخة دي تقريبا كان مسيطر عليها اللون الأسود، لأن تقريبا كل النجمات كانوا لابسين فساتين سودا، ومنهم طبعا أحلام إليسا، دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، نادين نجيم، وروبي، وأمينة خليل. كمان كان أهم حاجة بتميز الحفلة السنة دي هو حضور نجوم عالميين زي نجم بوليوود الشهير سلمان خان ونجم هوليوود جون ترافورتا، واللي تصدرت صورته مع الإعلامية بوسي شلبي السوشيال ميديا وعلق عليها الناس بشكل كبير جدا. ومن اللحظات المؤثرة على المسرح كانت طبعا لحظة تكريم الروح لسمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، واستلمت جايزة بناتهم دنيا وإيمي سمير غانم، واللي خرجت للمرة الأولى وحضرت مناسبة، ودنيا وإيمي ما قدروش إن هما يمسكوا دماغهم وهما بيتكلموا وشكروا موسم الرياض إنه كرمهم. وكان من أكتر اللقطات اللي الناس اتكلموا عنها وبقت ترند على السوشيال ميديا مشهد سجود الفنان رامز جلال على خشبة المسرح بعد ما فاز بجائزة البرنامج الأعلى مشاهدة في الوطن العربي. أما عن الجوائز اللي حصل عليها الفنانين في المهرجان، فهو كرم عدد كبير من الفنانين سواء المصريين أو العرب. وكان من الفنانين المصريين اللي تم تكريمهم الفنان محمد هنيدي اللي فاز بجائزة أفضل ممثل سينمائي، والمخرج شريف عرفة واللي فاز بجائزة صناعة الترفيه الفخرية. ومن أكتر الجوائز اللي حصل عليها جدل على السوشيال ميديا هي جائزة أفضل رياضي، واللي فاز بيها لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامد، وده عمل حالة كبيرة جدا من الجدل على السوشيال ميديا، خصوصا إن اللي كان بينافسه على الجائزة دي هو نجم مصر وليفربول محمد صلاح. ومن السعودية للقاهرة والمعرض الكتاب تحديدا، واللي تم افتتاحه للجمهور يوم الخميس اللي فات، وحضر في أول يوم عدد كبير جدا وصلوا ل 91 ألف قارئ استقبلهم المعرض. كمان كان في لقاء فكري مع صبري فواز واللي اتكلم فيه عن رأيه في فيلم أصحاب والأعز، وكمان اتكلم عن بداياته وكيفية اختياره لأدواره. يعني انبسطت ان انا معاكم، متشرف اني في وسط الناس هنا، وعجبتني الاسئله على الاقل، يعني فتحت لنا ابواب نتكلم في حاجات مهمه، واشكر الناس، وانا استفدت جدا من الاراء النهارده. احنا عندنا سوشيال ميديا وعندنا جوجل وعندنا كل الحاجات دي جميله وكل حاجه، ودي روافد كويسه، وما كانتش موجوده زمان. كنا بروح المكتبه ندور لما يطلع عنا عشان نلاقي كتاب. دلوقتي الحمد لله ربنا مدينا ومدي للشباب فرص كتيره للاطلاع، بس ده عمره ما يغني عن فكره انك تقرا كتاب بالليل وانت قاعد او بالنهار، في النهايه في حاله صمت وبتقرا كتاب، ده موضوع هيفرق معاك جدا في حياتك وفي وجهه نظرك في الدنيا. مساله مش بس بتتفرج على حاجه، لازم انت تقرا من الكتاب نفسه. مهما كان في روافد للمعرفه، هيفضل الكتاب هو اهم مصدر واهم حاله تعرف تكون منها وجهه نظر ومعرفه. انا عندي عروض مسرح كده بقراها، واول ما اختار نص منهم هنقول عليه، بس لسه ما اخترتش. يعني ما تفرقش، يعني انا اتمنى يبقى في مسرح الدوله عشان كل الجمهور يعرف يخش. الفن والله العظيم ارق بكتير من المسؤوليات اللي الناس عايزه تحملها له. الفن أضعف وأرق بكتير من الموضوع ده. الفن مش هيعلم، المدارس اللي بتعلم. الفن مش هيربي، البيوت هي اللي بتربي. كان في قصة كمان شغلت الناس كلها على السوشيال ميديا سواء المهتمين بالفن أو بالرياضة، لأن القصة بتجمع بين اتنين، والقصة دي هي الاحتفال اللي عمله لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ 28. الفكرة مش في إنه احتفل بعيد ميلادها، الفكرة كانت في طريقة الاحتفال، لأن رونالدو أخذ جورجينا والولاد وطلعوا على دبي عشان يحتفلوا بعيد الميلاد هناك. الفكرة إن رونالدو قرر يحتفل بعيد ميلاد جورجينا بطريقة مختلفة
مختلفة جدا السنة دي، وانه يحتفل بيها على برج خليفة، وانه صورها تظهر على البرج، وطبعا الصور والفيديوز كانت مبينة مدى سعادة جورجينا بالمفاجأة دي. احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا السنة دي بيتزامن مع الفيلم الوثائقي اللي عرضته شبكة نتفليكس مؤخرا بعنوان أنا جورجينا، وهو عبارة عن فيلم وثائقي بيستعرض حياة جورجينا مع رونالدو من أول تعرفهم لحد دلوقتي. يا بختك يا جورجينا. وبكده خلصت فقرة Trends of the Week. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة السوشيال لاب، ونجم الفقرة النهاردة هو الروائي والسيناريست أحمد مراد. والحقيقة احنا اخترنا النهاردة أحمد مراد علشان أسباب كتيرة جدا، من أهمها الإقبال الكبير اللي حصل على كتابه الأخير القتل للمبتدئين، واللي تقريبا بقى ترند بين الشباب في معرض الكتاب. طبعا كلنا عارفين ان احمد مراد ليه عدد كبير من الاعمال الفنيه والادبيه اللي حققت نجاح كبير، زي روايه الفيل الازرق اللي تحولت لفيلم من جزئين بطوله كريم عبد العزيز، وكمان روايه تراب الماس اللي تحولت لفيلم بطوله اسر ياسين ومنى شلبي، كمان روايه 1919 اللي تحولت لفيلم المفروض انه هيتعرض قريب جدا من بطوله كريم عبد العزيز واحمد عز. طبعا ده غير كتير من الروايات التانية اللي حققت نجاح كبير جدا، وفي مشاريع حاليا انها تتحول لاعمال سينمائيه. تعالوا بقى نشوف اخبار احمد مراد على السوشيال ميديا. احنا لما خدنا جوله في الاكونت بتاع احمد مراد لقيناه مش متفاعل قوي على السوشيال ميديا، وبيستخدمها بس في نشر رواياته او لقاءاته التلفزيونيه او كواليس لاعماله اللي بتتصور. تعالوا نبدا من الفيسبوك. بيتابع احمد مراد 1,100,000 متابع، واخر بوست نشره كان عن ندوته في معرض الكتاب اعترافات كاتب بست سيلر. ومن الفيسبوك للانستغرام بيتابع احمد مراد على الانستغرام 179,000 متابع، وهو بيتابع 326 اكاونت. احمد مراد ناشر لحد دلوقتي 1,757 صوره وفيديو. تعالوا نشوف اخبار الصور والفيديوز دي ايه. اخر صوره احمد مراد نشرها على عن روايته الجديده القتل للمبتدئين، وحصلت الصوره على 1,086 لايك. معظم صور اكاونت احمد مراد على الانستغرام عن رواياته، فلقيناه انه منزل اكتر من 20 صوره لغلافه، وكمان من الحاجات اللي لفتت نظرنا جوه الاكاونت انه بيحب يتصور جدا، فهو نشر اكتر من 50 صوره ليه في اماكن مختلفه وكمان مع اهله واصحابه. طبعا احمد مراد معروف بعلاقته القويه جدا بنجوم الوسط الفني، فهو ناشر اكتر من 30 صوره بتجمعه مع نجوم الفن. من الانستغرام نروح لتويتر. بيتابع احمد مراد 31,000 على التويتر، وهو بيتابع 96 اكاونت، ونشر لحد دلوقتي 4,805 تويت. وبكده تكون خلصت فقره سوشيال لاب. هنروح لفاصل وهنرجع مرة تانية مع انترفيو يمكن يفيد كل الناس اللي بتفرج علينا دلوقتي. اليوغا من أهم الرياضات اللي ممكن يمارسها الإنسان، وده لأسباب كتيرة جدا، منها أن ممارسة اليوغا بتساعد الإنسان أنه يوصل لحالة من الصفاء الذهني والراحة النفسية والتأمل، اللي بتساعده جدا في تحسين حالته الصحية وكمان النفسية. المشكلة بقى أن اليوغا رغم أنها رياضة مهمة جدا، لكن كورسز اليوغا في الأغلب بتكون غالية، ومش كل الناس بتقدر أنها تاخد كورس يوغا بسهولة، وده كمان غير أن المحتوى العربي المجاني الموجود على السوشيال ميديا اللي ممكن تتعلم منه إزاي تمارس اليوغا بشكل صحيح قليل جدا، وممكن نقول كمان عليه انه نادر. عشان كده معانا النهارده ضيفه اهتمت انها تعمل كورسز يوجا اونلاين ممكن اي حد يشارك فيها ويستفيد منها عدد كبير من الناس. معانا النهارده ومنورنا مدربه اليوجا ايه غازي. ازيك يا ايه؟ الحمد لله. ازاي عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي بقى اول حاجه، اشرحي للناس يعني ايه كلمه يوجا. اوكي، كلمه يوجا هي كلمه هنديه من اللغه السنسكريتيه، معناها زي السنسكريتية الهندية القديمة. أوكي. معناها زي اتحاد، ان الواحد ممكن يبدأ بالاتحاد ده جواه مع نفسه، مع جسمه، مع عقله، مع مشاعره، اتحاد داخلي، وبعد كده الاتحاد ممكن يكون خارجي مع اللي حواليه والكون كله.
اوكي طيب. حقيقي في ناس كتيره جدا يعني، انا اعرف ناس صحابي بتروح تقول مثلا لجوزها انا رايحه يوجا، يروح يقول لها ما تروحي تلعبي رياضه بجد. ليه الناس عندها المفهوم بتاع ان اليوجا دي حاجه يعني كانها مش رياضه، او انها بتساعد فعلا زي ما قلنا في تقديمها عن تحسين الحاله النفسيه والصحيه والحاجات دي؟ هو في كذا نوع من اليوجا، بس يمكن في الذهن بتاعنا في اول لما نقول كلمه يوجا على طول نفتكر حد مربع وقاعد ما بيتحركش خالص، فمش حدش هيستوعب ان دي رياضه. بس في انواع هي في تمارين يعني بنتمرن، بنطلع ننزل نقوم يعني بنعرق كمان. فهو في جزء منها رياضي جسدي، وجزء ممكن يكون زي ما قلتي في الاول للتنفس للصفاء الذهني. فهي فيها كل حاجه، فيها الرياضه الجسديه وفي في نفس الوقت لو هنعمل حاجات للتنفس حاجات للتامل ممكن الاثنين مع بعض. دي بتساعدنا انها تحسن من الحاله النفسيه؟ اكيد يعني. جربي حتى تقعدي في اي وقت تفصلي عن اي شغل بتعمليه وتقعدي تتنفسي كده كويس حتى لو دقيقه هتحسي بفرق. طب ورينا كده يعني اعمل ايه دلوقتي وانا معاكي؟ ماشي. اهم حاجه احنا بنركز ان الظهر يكون مفرود عشان التنفس يكون مظبوط. يعني لو حسيتي حد قاعد مثلا عامل كده باين من شكلي من بعيد ان انا حد مش مظبوط يعني قاعده مش مظبوط. فبفرد ظهري اهم حاجه، كتافي كده بالجنب، رقبتي. انا طرقعت مبدئيا. طب كويس شفتي. الدقن لجوه شويه، ما تبقاش راسي لورا او يمين او شمال، هي في النص. والدقن لجوه شويه، وهبدا اخلي وعي انا ازاي بتنفس. ممكن مع الحياه السريعه بقينا نتنفس حاجه بسيطه من الصدر كده بس. التنفس بوعي ان احنا بنبدا نتنفس من بطننا. فممكن احط الايد الشمال على بطني وايدي اليمين في نص الصدر كده، وابدا اخد النفس من البطن. بس لما اخد نفس البطن بقى ما تدخلش لجوه. امال هي زي البالونه، عارفه لما تنفخي البالونه فتكبر؟ هي نفس الفكره. انا هاخد نفس فبطني هتطلع لبره، بعد كده املى الرئه بالنفس، هطلع النفس من الرئه وبطني تدخل لجوه على الاخر. وبنتنفس من المناخير بقى مش من البق. اوكي. فاول حاجه من المناخير، هتراقبي حركه البطن حركه الصدر، حتى هتحسي الجسم بيكبر. أوكي. الجسم زي بخرج النفس فبيصغر. أوكي. وده التنفس البيبيهات لو ركزنا بيتنفسوا ازاي هنلاقيهم يتنفسوا كده. أوكي. بس احنا يمكن مع الحياة السريعة ما فيش وقت، مش مركزين اصلا مع النفس عشان هو حاجة بالنسبة لنا اوتوماتيك. فخلاص بنتنفس كده، لكن لما نعمل التمرين التنفس بوعي هتحسي انت ابتديتي تهدي كده، تحسي سامعه صوت النفس بتاعك، حاسه بجسمك. ودي نعملها الصبح اول ما نصحى مثلا، ولا قبل ما ننام، ولا في اي وقت؟ ممكن اي وقت، وزي ما قلت يعني تصحي وقبل ما تنامي على السرير حتى وانت نايمه على ظهرك تبداي تتنفسي. والنوم على الظهر مع التنفس ده بيكون اسهل لما عن لما الواحد وهو قاعد. ونعملها كم مره في اليوم مثلا يا ايه؟ زي ما قلت اي وقت قاعده في يعني وقت مده معينه. مثلا انا صحيت الصبح عايزه اعملها، اقعد اعملها كم مره او وقت قد ايه؟ يستحسن لو حد مبتدئ يبدا 3 دقائق يجرب نفسه، لان لو حد مش متدرب عليه يعني هتلاقيه بيفرق. عايز يقوم، عايز يتحرك، انا ليه قاعد ثابت؟ فيبدا 3 دقائق 5 دقائق، قادر يزود كل شويه بيزود. طيب ايه علاقه اليوجا بالتركيز؟ التركيز ان احنا في حركات اليوجا دايما بنسمي زي نقطة تركيز. يعني ممكن تمرين التنفس اللي أنا لسه عاملاه أغمض عيني وفي نقطة هركز عليها، هي مثلا ما بين الحاجبين هنا جوايا أنا مركزة على النقطة دي. بعمل تمرين معين فيه اتزان، بحدد نقطة قدامي بص عليها علشان الاتزان بتاعي. وانتي كده كده بتصفي ذهنك، كل ما الأفكار بتهدى ذهنك بيصفى، كل ما هتلاقي ان انت قادره تركزي اكتر. خلاص مفيش دوشه، مفيش مجهود زياده انت مش محتاجاه بتعمليه، فتحسي ان انت قادره تركزي اكتر. وكل حركه بتعمليها هي في نقطه تركيز معينه انت واخده بالك منها. حقيقي لو واحد قاعد يعمل يوجا فتره طويله ممكن فعلا يخس، ولا بس يكون جسمه فلكسبل؟ الاثنين، وكل جسم غير التاني. يعني في ناس لو عملت انواع اليوجا الرياضيه هتلاقي ان جسمها ظبط قوي، مش شرط يخس، على الاقل هيظبط الشيبينج بتاعه بيظبط. اللي هما بيقولوا عليها توند، اللي هو بيكون جسمه مظبوط من غير ما يكون هو خس قوي ولا تخن. فهتلاقي اليوجا كرياضه جسديه هتلاقي ناس بتخس او جسمها بيظبط. غير تمرين التنفس او الحركات البسيطه ده برضو بيساعد ان الهضم يكون احسن، الحرق يكون احسن،
التنفس الواعي اللي احنا لسه عاملينه ده بيساعد برضو على ده. فعشان كده تمارين التنفس مهمة، ما نديش بس أهمية للحركات، كل ما نتنفس أحسن ده هيفرق إن الواحد يخس برضو. طيب ده بالنسبة للصحة البدنية، إزاي هي بتأثر على الصحة النفسية؟ أوكي، نفسيا احنا في عصر سريع، يعني ممكن تحسي ان انت بتجري طول الوقت، ما بتيش عارفه انت بتعملي ده ليه او عشان ايه. فاليوجا ازاي هتساعدك في ده؟ ان انت زي بتفصلي خالص، سواء وانت بتتمرني تنفس فيزيكال اي حاجه، هتحسي ان انت فصلتي، فابتديتي تبقي مع نفسك، تبقي واعيه بنفسك، انا مثلا ليه بعمل ده. وحتى وانت بتتمرني لو لقيتي حركه انت مش قادره تعمليها دلوقتي، فهتبدأي تبقي واعية أنا إيه اللي مانعني إني أعمل ده، جسمي لسه محتاج إيه، أفكاري محتاجة إيه. وده بتطبقيه بقى كمان على الحياة برة، مش بس في اليوجا لا، يعني تبدأي لو عندك مشكلة تفكري هي المشكلة دي عندي ليه، أنا ليه ده كان رد فعلي، ممكن أتصرف إزاي في الموقف ده وأحسن من رد فعلي قبل، يعني لأنها مرة تانية بتخليكي تهدي وتركزي. بالظبط، يعني هي بتساعدك ان انت، فبتبتدي تشوفي مشكلتك بطريقه مختلفه وبتحاولي تلاقي حلول ليها كمان. بتكوني واعيه كده اكتر، يعني تشوفي الاسباب، تشوفي انت تصرفك كان عامل ازاي، ازاي تقدري تغيري التصرف ده. وكل واحد غير التاني، حتى في جسمنا واحنا بنتمرن، فبرضه في حياتنا العاديه كل واحد مختلف، فبيعمل المناسب ليه، بيبقى واعي حتى بده، يعني مش مجرد انا بقلد او بعمل ده علشان الناس قالت احنا هنعمل ده. ف هتحسي كل واحد ليه اختياره المختلف. طيب هل حقيقي ان اليوجا بتساعد على انها تظبط الضغط العالي او الواطي؟ في تمارين معينه، يعني في تمارين مثلا لو حد ضغطه عالي مش بيعملها، زي لو بنعمل حركات زي فورورد بند او كده، فبيعمل المناسب ليه، ومع الوقت اي امراض بتظبط يعني. بس يستحسن اي حد عنده مرض ما برضه يبقى عنده استشارة طبية، طبعا لأن في بعض الناس بتيجي بتبقى فاكرة مدرب اليوجا ده زي الدكتور هيقول له كل حاجة، بس لا، ده مفهوم برضه غلط. احنا كمدربين يوجا مش دكاترة، فيستحسن أي حد عنده مشكلة في ظهره، ركبته، ضغط، يبقى عنده برضه استشارة طبية المناسب ليه، وبيرجع لمدرب اليوجا وزي بيتفق معاه المناسب. طيب احنا الصبح لما بنصحى رايحين شغلنا، اكيد كل واحد بيبقى ايه، مش عايزه اقول كلمه متعكنن، بس احنا يعني الواحد بيبقى متعكنن. اوكي، ايه نوعيه اليوجا اللي احنا ممكن نعملها في البيت قبل ما نروح الشغل عشان نروح كده مرتاحين ومفرفشين ولزاز؟ يعني ايه اللي ممكن نعمله؟ تمرين تنفس اكيد الصبح، مع ده اتعلمناه، زي ستريتشنج كده في الاول، زي بنفوق الجسم كده ونستعد لليوم بتاعنا. اوكي، وفي تمارين ممكن نعملها في الشغل برضو واحنا قاعدين، يعني أوكي. مش شرط يبقى في مكان لليوجا، لا، ممكن نعمل يوجا اي وقت، فحتى واحنا قاعدين على كرسي في الشغل ممكن نعمل تمارين كده تهدينا في النص، او قبل الشغل في البيت لو في حد عنده الوقت ده برضو، زي ستريتشنج يفوق جسمه، يصحصح نفسه، يبقى مستعد مهيئ لليوم بتاعه. طيب ورينا بقى التمارين دي. اوكي، ممكن اوريكم بعض التمارين على الكرسي في الشغل. في الشغل اوكي، احنا ساعات بنقول بعد كده احنا مش بنعرف نعمل الحاجات دي، اهو في حاجات واحنا حاجات بسيطه مناسبه لاي حد يعني. اوكي، ممكن الواحد يبدا يفرد رجليه كده وهيبدا يحس زي بشد شده. انا هعمل معاكي. اوكي، جربي. وممكن ازود ان انا ابدا انزل على رجلي، ده هيزود. مش هعمل معاكي حاجه. ممكن لما نطلع لفوق شويه. اوكي، زي بعمل بنزل على جسمي كله كده وبنزل وتطلع. فده زي تمرين للرجل، اني بعمل شده للاوتار اللي ورا الركبه. ممكن اتني ركبتي وابدا احضنها. كل التمارين دي ممكن نعملها واحنا واقفين، بس لو واحد قاعد على الكرسي وعايز يبدا يعمل حاجات بسيطه. ونعكس الرجل، نعمل الناحيه الثانيه نفس كل حاجه، انزل اطلع احضن رجلي. ممكن على الرجلتين اخد نفس، افرد كده ظهري قوي، استرتش على الاخر، بعد كده انزل احضن رجلي الاثنين. ففي كذا تمارين بعد كده ممكن نطلع. زي ما انت قلتي كمبتدئين، لا، في الحاجات دي ممكن نعد 10 عدات. اوكي، نطلع بقى للظهر اكتر. الظهر من الحاجات المهمه نركز عليها، خصوصا الناس اللي قاعده ورا مكتب. ممكن اخلي ايدي على الركبه كده وابدا ازق ظهري اسفل الظهر كده لقدام وافتح جسمي كله. بعد كده اعكس الحركه لجوه، اخلي ظهري مدور حتى تريح، او ممكن افضل هنا شويه. ونعيد تاني كذا مره.
والنفس مهم اظبطه مع الحركه يعني، والجسم مفتوح بناخد نفس يتنفس. والجسم مضموم بطلع النفس. أوكي. فانا هبدا كذا مره وحركه راسي برضو هترجع لورا واضم لقدام، دقني هيلمس كده جسمي وافضل اعيد لحد ما الواحد اللي هو محتاج وعايز يعمل 10 مرات اكتر يبدا بطيء، بعد كده يسرع شويه. نحط الايد على الكتف يبقى الكوع موازي كده للارض، واعمل زي تويست كده في مكاني كذا مره. وزي ما قلت كل واحد غير التاني، ممكن تلاقي حد محتاج يعمل بطيء قوي وحد محتاج يعمل سريع. يعمل سريع. اوكي. بعد كده على الايد الكرسي لو ليه ايد يحط ايده عليه ويثبت لورا كده شويه. وحركه راسي دي مهمه لان هي جزء من التويست اللي انا بعمله. وبعكس الناحيه التانية، ممكن ارجع ايدي ارفع الكتف لفوق كانها تلمس الود، وانزل كتفي مره واحده مع نفس قوي. دي بتعمل ايه بقى؟ هتلاحظي اكتر الناس اللي بتقعد على مكتب بيبقى فيه تنشن في الاكتاف. صح. وفي الوسط كمان. ففي تمارين للوسط ممكن لما علمات اوريها لكم. اوكي. والاكتاف يعني بعض الناس اللي بيبقى عندها ضغط او ستريس هتحسي ان هم بأداة يعني العادي بتاعهم ان هم كده. صح. فانا محتاجه كتفي يبقى مرتاح مسترخي لتحت، فتمرين زي ده بيساعد قوي ان انا برفع وانزل مره واحده كان في حمل كده على كتافي وبشيله. اوكي. مع نفس قوي. اوكي. الدراعات ممكن افرد دراعي وابدا احركه في دواير. ده كل ده هو ده هايل ده واحنا قاعدين. ده حاجه كويسه جدا ان الواحد بيحس بجد بعد فتره من كتر قعده العربيه في المشاوير وكتر قعده قدام المكتب وكده، الواحد بيحس حتى لو مش موجوع بيحس بستريس او ان هو مشدود شويه. فده بيسهل جدا. كانك بتعملي مساج لنفسك. بالظبط بالظبط. وبتطلعي حتى من رجلك لحد الراس يعني، حتى اخر حاجه الرقبه لو حد محتاج يلفها في دواير. فوق تحت يمين شمال. شمال يثبت كده شويه ويضغط. فاحنا كاننا بنعدي على كل المفاصل وانت قاعده يعني، ما فيش بقى عذر انا ما لحقتش اروح الكلاس، ما لحقتش اشترك، ما لحقتش ابص. هي حاجات والواحد قاعد هتفرق يعني، بسيطه بس بتفرق. اوكي. ده بالنسبه لما احنا نكون قاعدين على كرسي او في السرير زي ما قلتي بموضوع النفس في الاول. عايزين بقى نشوف لو احنا عندنا وقت نعمل حاجه في البيت. في البيت يستحسن لو حد مبتدئ خالص ان هو يشغل حاجه يعمل معاها. ولو حد عنده خبره او حضر حصص قبل كده هيبقى عنده زي ارض يبدا منها يعني. مش طب علمينا كم حركه ايه؟ اوكي. احنا بس يستحسن لو عندنا سجاده يوجا بنلعب عليها واحنا مش لابسين الجزمه. اليوجا عامه ما ينفعش معاها جزمه. عشان نحس بالارض اكتر. أوكي. وان سجاده اليوجا بتبقى زي يعني مكان بنتمرن عليه ونضيف. أوكي. فمش هنيجي بالجزمه ندوس عليه طبعا، غير لو حد ليه مات تانيه بيتمرن عليها بالجزمه، يستحسن يبقى في فرق ما بين دي ودي. اوكي. لو عندنا اليوجا مات يستحسن ان الواحد بيبدا يسخن. ما يبداش كده على طول وجسمه مش متسخن. ففي تمارين ممكن نبداها بنسميها تحيه الشمس. اوكي. ببدا وانا واقفه اول المات وباخد نفس، ابدا ارفع دراعي اطلع النفس بنزل. هي كذا حركه ورا بعض بس الهدف منها اني بسخن. ارجع نص المسافه وهتلاحظوا كل جسمي في خطوط مستقيمه. بالظبط. هرجع بعمل بلانك برضو جسمي مشدود، مش مثلا وقع زياده كده، كده محمله على ظهري كده، مش شاده عضلات بطني. في النص انا شاده كل العضلات. بنزل على ركبتي. دي تمارين سريعه بس للتسخين. اوكي. بفرد ظهري كده ابص لورا، بلف صوابع رجلي وارفع وسطي لفوق وابقى عامله زي المثلث. بثبت هنا شويه. ولما حد يجي يعمل التمارين دي مهم ان دراعه يكون بيزق الارض مش محمله على ايدي. اوكي. وببدا تاني للاول اول المات نص المسافه. دي زي ستريتشز يعني. وبعملهم زي 3 4 مرات ورا بعض عشان جسمي بس يسخن. بالزبط. لو حد مش مسخن، لو حد عايز حاجه سريعه ممكن يسخن عادي جدا اللي هو ينط حاجات بسيطه كده ويبدا يعمل حركات التانية. بس لو هو لسه
مش مسخن وفي الاول ما يعملش الحركات دي على طول. اوكي بالنسبه للوسط ممكن نخلي الرجل اليمين قدام الشمال ورا وكعب الرجل فوق، وبظبط ركبتي فوق الانكل وبرفع ايدي فوق وبثبت هنا شوية. كل حاجة ممكن نثبت 5 عدات أو 10 حسب المستوى بتاعنا، بثبت ممكن بعد كده أنزل. إحنا كده دلوقتي ابتدينا يوجا ولا؟ أوكي. دي تمارين للوسط شوية عشان برضو لو بنقعد كتير. أوكي. هوسع المسافة قوي، هتلاحظي إزاي أنا وسعت المسافة ما بين رجلي علشان أسخن الوسط. أوكي. وهبدأ أحس بشد وأرفع إيدي لفوق ومبقاش مايلة لقدام، تبقي جسمي في النص. اوكي. وبفضل اتنفس زي التمرين اللي عملناه في الاول. كل ده بقى للوسط، فهبدا مثلا من هنا ازق وافرد رجلي كذا مره. انا ممكن يبقى في حركه بعملها بعد كده ثبات. اوكي. كتسخين برضو. فعشان كده انا بقول ان اليوجا مش ثبات بس، هي فيها حركه وفي تمرين. فدي كده حاجات للوسط. ممكن بعد كده زي باترفلاي الفراشة بنضم القدم على طول، ظهري مفرود، بقرب رجلي وابدأ أحرك ركبتي لتحت. أوكي. عشان قلتلك مع الكتاف الوسط من أكتر الأماكن اللي بيكون فيها زي شد أو التنشن. فيستحسن نعملها كتير. وزي ما بدأت أهو بحرك وبعد كده هبدأ أثبت مع النفس بقى. باخد نفس، بطلع النفس وببدأ أزق ركبتي للأرض وبميل بجسمي لقدام. باخد نفس، بطلع النفس وبقرب أكتر. فعشان كده النفس مهم قوي. أوكي. حلو قوي كده. يعني انتي فتينا واحنا اول ما نصحى نتنفس ازاي، وعلمتينا نعمل ايه لو احنا على مكتب، وبرده ورتينا شويه تمارين حاجات احنا نقدر نعملها في البيت قبل ما نروح الشغل او في الاخر. طب ايه، هو اي حد يقدر يمارس اليوجا ولا في شروط معينه؟ لا اكيد اي حد، يعني الاطفال يستحسن من سن 5 سنوات، وحتى الاعمار الكبيره ممكن اللي هم 70ات حتى 80ات، كل ما احنا قادرين وبنتنفس نقدر نمارس اليوجا. هي بس زي ما قلت لك لو حد عنده حاله معينه، ركبته، ظهره، مرض ما، يستحسن بس يبقى عنده استشاره طبيه قبل ما يمارس. وساعات بنشوف كمان الحوامل بيعملوا يوجا، بس اكيد بالزبط. برضو ليهم تمارين معينه، مش كل التمارين صح؟ تمارين معينه، وبتبدا تمارس اليوجا من رابع شهر. من الرابع لحد قبل الولاده عادي. بالظبط. طيب انت بقى درستي اليوجا فين؟ اتعلمتيها ازاي؟ انا اتعلمت هنا في مصر عادي جدا، يعني دلوقتي الموضوع مش لازم الواحد يسافر الهند او حتى أكيد. امريكا او كندا. دلوقتي في مدربين بقوا ييجوا مصر والواحد يقدر يتمرن معاهم، وهو مع نفسه لازم يتمرن طول الوقت. فبقت حاجه كويسه ان هي متاحه للجميع حتى اونلاين زي ما قلنا، اللي عايز يتمرن وعايز حاجه هيلاقيها دلوقتي. وفي كذا نوع زي ما قلت، ففي نوع هادي زي ستريتشنج اكتر اسمه يان يوجا، في نوع في حركه سريعه بنسميها فينياسا اشتانجا، في انواع مختلفه بتركز على التنفس وحركات معينه اكتر ليها بالعلاقه بالجهاز العصبي والغدد اسمها كونداليني يوجا. فدلوقتي في اختيارات برضو كتيره قوي، ممكن الواحد يلاقي نفسه في حاجات معينه غير التاني، فكله متاح وهيلاقي ده متوفر في مصر دلوقتي. طب ايه، انت احنا دلوقتي لو دخلنا على البروفايل بتاعك على السوشيال ميديا هنلاقي ان انت حاطه تمارين انا ممكن اتعلم منها وانا قاعده في البيت؟ بالظبط. انا كنت عامله فيديوهات وقت الحظر، كنت اوريدي بمرن الناس في النادي في يوجا ستوديو، وكلنا وقت الحظر قعدنا في البيت، فبدات اعمل ده وانا كنت عارفه مين متابعني برضو. فعشان كده دايما بس اكد يبقى كل واحد عنده معرفه بنفسه هو قادر يعمل ايه او يبدا ازاي. يعني يستحسن يشوف فيديو انا بقول فيه ده للناس المبتدئه، بيجنرز، فيديو لكل المستويات، لكن ما يدخلش كده فجاه يعمل حركه هو لو لسه مبتدئ خالص ومش متعرف على جسمه يعملها على طول، عشان انواع الاجساد مختلفه. ممكن حد يبقى بطبيعته مرن، حد فالمرن ده محتاج يقوي عضلاته علشان ما يحصلش لا قدر الله اي اصابه، حد قوي قوي فمحتاج
يبقى مرن، عايزين زي اتزان كده، هي زي حالة اتزان بنحاول نوصل لها. طب ليه كورسز بتاعت اليوجا بتكون غالية كده؟ هي دايماً حاجة بتشتكي من الموضوع ده، ايه حاجة عالمية يعني عشان يعني احنا زي ما بنقول في الهند هي الاساس اللي بدأت الكورسات دي، فهو زي في مبلغ معين الواحد بيدفعه وبيكون بالدولار، فاحنا للأسف الدولار غالي بالجنيه المصري، ممكن دولة تانية يبقى المبلغ ده بالنسبة لها مظبوط بسيط. فهو بيبقى حسب خلاص احنا مش هندفع، احنا هندخل نتفرج على الفيديوز بتاعتك وخلاص هنتعلمها ببلاش كده دلوقتي. هو متاح للي عايز برضه ببلاش، بس هي اقول لك ساعات بس بيفرق الاجواء، يعني لما الواحد يتمرن برضه في البيت لوحده غير مع مجموعه أكيد. غير كمان لو في مكان او دور جنينه او حاجه مفتوحه كده بتفرق برضه جامد قوي، يعني انا بحب اني اتمرن في مكان مفتوح اوبن اير. ايه بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، وبشكرك كمان ان انت بتقدمي محتوى ممكن يساعد ناس كتير وبيكون ببلاش ان هم يتعلموا اليوجا، وحتى لو لسه بيجنرز ولسه مبتدئين ان هم يتعلموا وبعدين يقدروا بعد كده يبقوا مور بروفيشنال وياخدوا كورسز ويدفعوا بقى للاسف. ميرسي يا ايه على وجودك. شكرا. وبكده تكون حلقتنا خلصت، اشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. باي باي.